أنعم الله مساءكم بكل خير مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم. البلاد اليوم على الهواء مباشرة، والبلاد اليوم عاشت على بيان وبيان، خبر وخبر، وبعنوان عريض: الجزائريون الذين خرجوا في 22 فبراير في الحراك الشعبي الذي سمع به العالم كله، يطالبون بتغيير النظام ويطالبون بدولة ديمقراطية وحرة. يتساءلون اليوم إلى أين تمضي الجزائر. عشنا اليوم مع بيان صادر عن رئاسة الجمهورية يقول بأن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة المنتهي ولايته سيستقيل قبل 28 أفريل، وهو التاريخ المفروض دستوريا لنهاية عهدته التي بدأت في أفريل 2014. قبل أن يستقيل سيقوم بإصدار قرارات هامة. ما هي هذه القرارات الهامة؟ وتحدث أن الفترة الانتقالية ستبدأ من يوم استقالته، لكن مصادر أخرى تقول أن هذا البيان ليس سوى كتابة من شقيق الرئيس سعيد بوتفليقة ومستشاره. وبين هذا وذاك بيان أول من النيابة العامة يقول: وبالرقم الصحيح والرسمي 12 رجل مال وأعمال يخضعون إلى ما هو مربوط بشبهة الفساد. علي حداد نقل من القالة في ولايته الطارف إلى الجزائر العاصمة، واتهامه واضح وهناك تحقيق قضائي في الموضوع. والأسماء الأخرى كونيناف وإخوته، طحكوت ومن معه كذلك، يخضعون إلى إجراء تحفظي يمنعهم من السفر بتهمة الفساد، وتكون قيادة الجيش هي من وقفت وراء هذه الخطوة. في نفس الوقت مصادر أخرى تقول أن هذه الخطوة تمت دون علم رئاسة الجمهورية. بين هذا وذاك حلل وناقش عربي زواق الإعلامي، مساءك سعيد. ومساءك أسعد. أهلا بك أمين علواش، مساءك أسعد وأهلا وسهلا بك. مساء النور. طيب يلا، في محاولة نحن تعرف في النهاية كوسائل إعلام مطالبين بأن نفهم الجزائريين وأن نقدم حد أدنى من الخدمة العمومية، هذا هو المطلوب، حتى نرافق هذا الرأي العام وننوره. يتساءل الجزائري الآن في أي ولاية؟ ما الذي يجري في هذا البلد؟ خرجنا يوم 22 فبراير ارحل للنظام، ونحن اليوم في الفاتح أفريل بدأنا ببيان وبيان. الرئيس يقول سأستقيل قبل 28 أفريل وسأقوم بقرارات هامة، وفترة الانتقالية ستبدأ مباشرة باستقالتي. فيه مصادر أخرى قال لك هذا لا رئاسة جمهورية ولا بيان، هذه كتابة شقيق الرئيس، والخاتم واضح في هذا البيان. كيف نتعامل بربك كإعلاميين بل كبشر؟ يلا خلينا كبشر، كيف نتعامل مع كل ما يجري اليوم في فاتح أفريل 2019؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. نتأسف، وش راح نقول أنا راح نتأسف عليه. وش قلت رانا اليوم؟ أول أفريل أعتقد أول أفريل، وش يقولوا فيه؟ سمكة أفريل هكذا. بواسون دافريل. بواسون دافريل، هذا بواسون دافريل ولا هذه جنينة أفريل؟ شوف يا جماعة الخير، وش أنا نحكي وش أنا نهضروا، هذا مشكل كبير، هذا مشكل كبير. وهذا البيان كومينيكي كونتر كومينيكي بار بريس انتربوزي راح ضروا اليوم من الحراك اللي كان حراك شعبي، اليوم ولا عراك بين مؤسستين اللي راهم هما لازم يحميوا هذه البلاد. وهذه المؤسستين راهم اللي خليني قلت انا بديتها بواسون دافريل، ان شاء الله نكون بواسون دافريل يا جماعه. كما قلت احنا، انت قلت بربك فهمونا، انا ماني فاهم والو، انا كمواطن ماني فاهم والو وخايف، كاعلامي ماني فاهم والو وخايف، كجزائري ماني فاهم والو وخايف. بصح كجزائري حر ما خليكمش نتوما دايركم هديروا هاد الشيء، والله ما تجوزها، والله لا تربحكم. طيب اسمح لي خليني نكمل من فضلك السيد سي رضوان. بصح علاه هاد الدعوه خطيره، هاد الدعوه غراف، ما نسكتوش عليها دوك. حنا نحميو البلاد، نتوما هي المؤسس، مؤسسه الرئاسه الجمهوريه ومؤسسه الجيش. يطيح بيان تاع مؤسسه الجمهوريه، رئاسه الجمهوريه، شوف عندي 34 سنه وانا نعرف شويه بارمو ديسي، نعرف شويه السياسه.
34 سنة ونشوف قلبة أنا تعري أسد الجمهورية يجوز على وكالة الأنباء الجزائرية هذا العربي وهي تمدها اليوم 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 بيان في ورقة حاشا سمعين انطرشو ورقة هكذا خاتم أمانة العامة جبل ربي الأمانة ما كان الأمين العام هو حب العقبة حب العقبة راه خلاص ماهوش فاهم ماهوش ما كان رئيس ديوان ما كان أمن عام تملك المعلومة أن حب العقبة لم يعد أنا سمعت كما سمعت أنت ما فهمتنيش هناك خط يقول أمانة عامة أمانة عامة رئاسة الجمهورية تبعت ورقة كما هذه توقع ما فيها خاتم خاتم الخاتم لا فيه خاتم فوق بصح لازم سنين تحت هذه معروفة هذه معروف يا جماعة يا جماعة مش عارف مكتوب عبد العزيز بوتفليقة أعتقد لا لا عفوا عفوا ما يقدرش يكون أمانة عامة ودير عبد العزيز لا لا حب العقبة هذا مكتوب كاين حد العقبة حاول مع الزملاء إذا كان شوفوا شوفوا الوجه الثاني أو أسفل هذا هو المتوفر فقط وانت دير بيان هكذا الشعب يستنى فيك تتبعث لهم هذا وخلاص قال لك هذا واش خلاص عندنا الشراحه ما هذا 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 بالك ما خرجش باسكو علاه دوك واش يقولوا كاين بيانات واحد اخرى مش يقولوا قالوا بين سعيد صح بين سعيد هو اللي دار هذا بين سعيد يقدر بين حميده يقدر بين عبد القادر يقدر بين نيمبورت كيل بيرسون هكذا الرئاسه اصبحت سعيد وبيان لا لا يعني ممكن لا والله امين نعم. ممكن ان تصدر بيانات اخرى انت لا تريد ان نتعامل مع هذه الوثيقه ما نتعاملش معها لا اعتبرها صادره عن رئاسه الجمهوريه صدر. وان الرئيس سيستقيل قبل 28 لا اتعامل مع المضمون ما احترمتني الرئاسه ما احترمت الرئاسه ما احترمت الشعب كيفاش تبعت للشعب تاعك تبعت هذا البيان لمن متوجه لمن متوجه للعالم كامل نعم. بالشعب تاعك هكذا باسكو انت دوكا يستنى فيك العالم كامل يستنى فيك الرئيس قال الرئيس واحد من 28 هكذا طي عربي نعم سيستقل من 28 صار 27 في الليل 27 ممكن يستقل ممكن ويخلي المؤسسات ممكن الان يخلي ممكن غدا صح لكن قبل 28 وعلاش انتهى رئيس الجمهوريه حدد النهار حدد النهار قال نستقل 5 في الشهر صدر يبقى لنا 5 حتى 28 يبقى لنا 23 يوم طيب. نستقموا فيهم الامارات طيب العربي زوخ أنت كذلك إعلامي الآن الأمين يطلب مني ألا أتعامل مع بيان الرئاسة لما نشوف هذا الختم من الأمانة العامة ورئاسة الجمهورية نحن مطالبين بأن نناقش المضمون كمان صحيح طيب قال لك سي عبد العزيز بوتفليقة سيستقيل قبل 28 أفريل يعني الله المطلب العريض لبوتفليقة اذهب سيكون وقبل 28 أفريل يقول لك أمين لماذا لم يحدد اليوم هل هو ربح وقت هل هو تطمين نصف أم لا رد لأنه أنا ما زلت موجود كرئيس الجمهورية وأن من يتحدث عن المادة 102 بالأمس كذلك كنا في نفس 24 ساعة نتحدث عن الحكومة وعن وزيرة الثقافة الجديدة وعن وزير العلاقات مع البرلمان وكنا نشوف أسماء إذا كان أمين يلغي هذا البيان الحكومة التي استلمت وسلمت اليوم ما هي؟ بناء على ماذا؟ من أصدرها؟ السعيد كذلك داركاشي وخلاصه إن المعلومة اللي عندي حتى الحكومة الحالية السعيد هو اللي سلمها للسيد بدوي موش عبد العزيز بوتفليقة استقبلوا البارح في رسم رئيس الجمهورية هو اللي أعطاه القائمة يعني مأساة حقيقية ليش اللي حيرني يا سي رضوان منذ 20 سنة نحن نسمعوا فخامة الرئيس عنده البصيرة والحكمة والرؤية السديدة السؤال يطرح المفروض نخاطب رئيس الجمهورية الآن يا سيدي الرئيس الجزائر هذه عطاتك إيطار التحرير رتبة كوموندون رائد في جيش التحرير وبعد الاستقلال عطاتك حول 15 سنة وانت وزير لما نهيت الوزارة غادرت 20 سنة بين الخليج وجنيف وكي رجعت عطاتك رئيس جمهورية 20 سنة ما عطاتش واحد آخر فلماذا تفعل في الجزائر كل هذه الأفاعيل هو العربي يقول لك القائل حتى هناك عتاب لما نقول لهم عبد العزيز عم نقول لهم بوتفليقة يقول لك شكون هو شوف ما نقدرش من أيهم من بوتفليقة لا لا بوتفليقة عبد العزيز هو الذي يصدر إلينا هذا البيان هو الذي شكل الحكومة بالأمس رضوان هو المسؤول أمام التاريخ أمام الدستور أمام الجمهورية أمام الشعب الجزائري لانه شكون اللي وصل خوه للموقع هذا هو عبد العزيز بوتفليقه هو الذي عين وزير الثقافه ووزير العلاقات مع البرلمان تقول لي يعرفهم نقول لك اكيد ما يعرفهمش ولكن هو المسؤول ولكن انظر شوف نذكرك سي رضوان ولي ما كنتش تلاقيت وياك في قناه اخرى منذ سنه طويله ايام العهد الرابعه وقلت لك بوتفليقه لا يستحيل ان ياتي برجل في المستوى ويحطه في المنصب
الرجل مهووس بالنرجسية ويشوف الناس كل تحت هو الفوق، نادرا ما يفوت المسؤول في مستوى. الآن باش ما نظلموش إطار الدولة الجزائرية، إطار الدولة الحكومة الحالية فيها إطار محترمة في المستوى وفيها إساءات للدولة الجزائرية. طيب باش ما نظلموش كل إطاراتنا، لا إطاراتنا كاين وزارة في المستوى، ولكن لأن الإفلاس اللي نعيشوه هو إفلاس سياسة الدولة، ما هوش سياسة إفلاس أفراد. طيب أنا لما نشوف قطاع فلس المأساة أن الوزير مش مسؤول عليه، لأن الوزير مجبر على تطبيق أشياء قد لا يؤمن بها. طيب يقول لك أمين، ربما السؤال هو سؤال لماذا لم يقل هذا البيان فرضا أنه منسوب لعبد العزيز بوتقى رجال، معليش لماذا لا يقول لك يوم 5 يوم 10 يوم 27 يقول هل سأستقيل؟ هل شفت في حياتك بيان مجلس الجمهورية خرج بالصيغة هذه فوتوكوبي تاع اليسار يصورها ويوزعوها؟ هذه عمرها ما صرات. بيان تاع رئيس الجمهورية عنده حتى الأوراق المستخدمة تاع رئيس الجمهورية ماشي هذه، هذه تعيدي في مكان ما، وهو يعني ما ذكر حول أن أختم رئيس الجمهورية راهم هاربين بها، يتهيئ لي الختم هذاك هو هاربين بهم أكيد، ما تكتبش لا في الرئاسة لا في مقر الجمهورية ولا حتى في مقر التصفيات، تكتب في مكان آخر حط الكاشي ووزع. هذه ذكرني بالمهازي نعيشوها، تذكر لما تم إبعاد جمال دعباس من جبهة التحرير الوطني، توزع بين على هذه الشاكلة وما فيش توقيع وبالخادم وبنفس الشيء مصدر لا 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 وذهب الى بيته. الشكل وزع بيان من ان ولد عباس يقول لهم انا مريض مانيش مستقيل على هذه الشكل هذا نفسه، يعني احترموا الحد الادنى من الدوله. الدوله هذه قلبتكم اطارات وقلبتكم وزراء وانت قلبتك رئيس جمهوريه، احترموا على الاقل امن الرئي العام الخارجي، احنا نعرفوا مستواهم كلهم. للاسف للاسف للاسف, للأسف, للأسف احترموا الدوله هذه قدام 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 للاسف شديد الأمم. للاسف شديد امين. طيب مقترح اول، استقاله عبد العزيز بوتفليقه لمن يشاهدنا الآن، يقول لك إيجابية سلبية، على الأقل فرضا 5 6 7 27 أفريل الحراك هذا جاء بنتيجة في النهاية هذا الخبر، عبد العزيز بوتفليقة سيستقيل قبل 28 أفريل، الله يطول الأعمار مثلا، إن شاء الله نلحقوا هذا اليوم 28 أفريل حتى يذهب عبد العزيز بوتفليقة. حل رقم واحد إيجابي تفرح بوتفليقة، بوتفليقة علاش يستنى حتى 28 باش يستقيل، وعلاش يستقيل بوتفليقة، علاش علاش الى انيولي لي زيليكسيون لي زيليكسيون بريزيدونسيال، علاه علاه علاش لحق لهذا الامر تاع التعفن باش يقول لي غدوه نستقل؟ علاش السؤال مطروح، يقعد مطروح، يعني حيلة. اسمعني جاي اسمع لي، انت كي تقول تبقى على تبقى على صدر استقالة تاع بوتفليقة المادة 102 هذه العربية، نعم فقرة تخص الاستقالة، هذه المادة 102 فيها العجز وفيها الاستقالة وفيها صدر بوتفليقة، هذه الاستقالة صدر بوتفليقة الموندا تاعو يخلص 28 في شهر هكذا، دوك يستقل ولا مستقل راه مشوصل بقى 28 يوم اوكي 27 يوم يستقل ولا مستقلش كيف كيف هو رايح رايح متفاهمين، هو رايح باسكو علاش في 28 ميلوي المينوت بوتفليقة يدو فيها ايليغال كون يقعد في البوست تولي الدعوة ايليغال سادريزاسيون كاع يسرون دون ليغاليتي سي صح. هذا تفكيرك علما انه بالغائه للانتخابات بمرسوم رئاسي يستطيع ان يبقى حتى بعد 28 ابريل، هذه قراءة يخلص معليش هو الغاهم ما اجلهمش الغاهم انت كي يستقل بوتفليقة على حسب المادة 102 البارح بوتفليقة كي عين الحكومة مش مادة عين بها هذه واحد ما دار هذا البوان يعني استنادا الى اي ماده من الدستور لانه يعين الحكومه ماده 93 وماده 101 واش تقول ماده 101 لا يخول الرئيس لا يخول الرئيس صلاحياته صلاحيات في التعيين ولا ذلك صدر الرئيس راهو في احسن الوضوح يعني ليس عبد العزيز بوتفليقه الذي خول لاي كان تعيين اي شيء او اي كان الدستور ماده 101 اللي تتبعها 102 و103 و104 و127 و1576 اوكي مانيش عارف الدستور دوك حنا ولينا كاع نعرفوا الدستور وما عرفناش في دقيقه علاش شحال كاين الماده شحال كاين الماده لازم تفهموها ازيد من 200 الماده يعني نعرف شحال كاين الماده بصح كل يوم ندخل الماده 101 واش تقول؟ تقول بلي الرئيس هو اللي لا يخول صلاحياته في التعيين ورا ذلك باش يدير اللي يخول صدر عنده لي كاباسيتي تاعو صدر باش يدير حكومه الرئيس راهو عنده راهو يعني مريم مرداسي وزيرة الثقافه عينها عبد العزيز بوتفليقه فتحي تاع العلاقات العامه يعرفه عبد العزيز بوتفليقه ولم يخول احد صلاحياته وهو من عينهم بالمرسوم الذي قراته بالامس شوف شوف ولكن هو مسؤول اسمح لي العربيه من فضلك المشكل وراه مش في مريم مرداسي ولا في هذا اللي سميت اسمه ما نعرف ما اسمه ما عرفش المشكل المشكل هي بلو غراف
راهو المشكل بليك راهو يا جماعه تعرفوا راهو المشكل راهو في تعيين تاع لوكال وزير الماليه وهو محافظ بنك الجزائر. بنك الجزائر واش دار في كان محافظ بنك الجزائر؟ نعاودو دوك نهضروا اقتصاد ونهضروا فساد. اذا كان فساد خليه للمحور معليش نهضروا اقتصاد خلينا سياسي معليش نريح سياسي كي انت دير انت كي عينت لوكال وزير الماليه 5,400,000,000,000,000,000 دينار اللي طبعت للفينانسمون نون كونفونسيونيل دار تحت يشرف شكون محافظ لي محافظ عبك الغوفرنور غوفرنور دو لابونك دالجيري اللي سوفران سيد ومستقل سيد كان يقدر يرفض يرفض الامر تاع ويحيى طيب المشكله راهو هنا يا جماعه كيفاش انت هدايا لي خمس عباك شوف هو قالها قال 30% دو بي بي الجزائر في هذه 5400 مليار سايكيفو 30% دو بي بي الجزائر تعادل 30% من الناتج الوطني الخام تعرف نقول يا شعب اسمحوا لي على كل حال نخلعكم شويه شوف لا جينيراسيون اللي جايه ولا جينيراسيون اللي موراها راهي اون ديتي سوبر اون ديتي هذا بعد ندخلوا في الدومين بعد ندخلوا في الدومين طيب شو مهم سناتي الى هذه مرداسيه خلينا في السياسه والاستقاله لا لا وقبلها هذه ما لصق في السياسه جميل طيب معليش خلي سنفرد له في الجزء الثاني من البلاد اليوم تفضل يلا باختصار الاستقاله المفروض الرئيس بوتفليقه اذا كان صح حكيم كما 20 سنه هما يعاودوا لنا الحكمه والبصيره اذا كان حكيم هو انتهى يوم خرج الشارع ضده واكيد شاف صورته مزق وترموا في كل مكان بكل اسف وتدس بالارجل وشاف طحكوت اللي كان حليف ويمزق في الصور نتاعو من الحفله نتاعو يقول كنا طحكوت وبعد نحفيها وشاف صورته تنزع من مقر اتحاد العمال المفروض ثم ينتبه ويضع حد لانه كل يوم يجيب الا ودخل البلاد في مآسي اخرى طيب. لو كان ما يستقلش اليوم وغدوه قد تكون مآسي اخطر اذا كم زاد اسبوع تكون مآسي اخطر طيب. الا يرحم البلد قبل ذلك ويرحم نفسه وينسحب قبل ذلك هناك قرارات هامة قالك سيصدرها عبد العزيز بوتفليقة قبل أن يستقيل ما هي هذه القرارات الهامة؟ البعض قالك الآن حتى إذا ذهب عبد العزيز بوتفليقة قد نجد أنفسنا أمام مشاكل يعني لو ذهب عبد العزيز بوتفليقة الآن وترك لنا بن صالح كرئيس دولة لأنه رئيس مجلس الأمة سنجد نفسنا أمام مشكل مكرر ربما قد يغير هذا الرجل ربما أراد عبد العزيز بوتفليقة أن يساعد الجزائريين عندما يذهب يخلي لهم حكومة حتى تصرف الأعمال لابد من وجود حكومة في التربية عندنا الامتحانات التي سوف تكون في الثقافة عندنا مهرجانات لازم نحضروا لها مش ممكن نتركوا كل شيء ونروحوا في نهار واحد شوف الرئيس هذا الرئيس الحالي هذا شوف نحن أمام ظاهرة نفسية الرئيس هذا أعلن نزولنا عند رغبة الشعب كما جاء في بيان الرئاسة سيترشح بعد مدة عين عبد الملك سلال مدير لحملته الانتخابية بعد فضيحة تسجيل المكالمة الهاتفية بين سلال والطحكوت سلال وحداد بدل مدير الحملة وجاب سيد زعلان وزعلان هذا قدم ملف الترشح بعدها وأمام رفض الشارع قال ما صحتي ما تسمحليش باش ترشح طيب وسني بصح ندير انتخابات عهده خمسه بصح عام فقط يعني عبث ولا تصرف اطفال طيب. ندير انتخابات رئاسه لمده عام وبعد ندير انتخابات قرارات هامه رفض بالعقل قرارات انا جيك ليها من بعد واش قلنا لا نزيد مده معينه ندير لجنه حوار ومش عارف واش نحكم خارج العهده نمدد العهده الرابعه رفضها الشارع الان يا سيادة 27 يوم الآن يا سيادة الرئيس ما عندكش حق تمس مستقبل قال لك سأضيف البيان الذي لا يريده أمين ما زال بقي 27 يوم لعبد العزيز بوتفليقة قرارات هامة مثلا القرارات الهامة اللي كان يعني اللي كان يحب يقدم خدمة للجزائر ينسحب هو وجماعته يعني هو وعبد القادر بن صالح طيب بالعيز دوك ينسحبوا لانهم هديه للجزائر قبل الذهاب هديه قبل ما يروح اذا كان يحب يقدم الخدمه الرجل اساء للجزائر كثير وعمل على تدميرها مده 20 سنه يعني لو كان شوف كرم الجزائر وصل المستوى الشارع يقول خطينا برك ورانا مسامحينك ما نحاسبوكش بصح اذا استمر في العبث تاعو هذا تصبح محاسبه ضروريه
إذا كان منتظر منه قرار ينسحب هو وش اللي جاب معه هو وشقيقه وهذا عبد القادر بن صالح طيب بلايز ينسحب يخلو الجزيرة ترتاح. ارهقتم الشعب الجزائري على وجه رب يروحوا بعده البلاد. طيب قرارات هامة وربط لي أمين لما يقول لك الجيش المؤسسة العسكرية المادة 102 ربما يقصد فيها العجز وربما يقصد فيها الاستقالة. المادة تعرف أن فيها حالات فيها المانع وفيها الاستقالة. والجيش يقول لك مع المادة 102 زيد 7 و8. والآن عبد العزيز بوتفليقة ما زال يقرر وقال لك حتى ذهابي وحتى استقالتي سوف أصدر قرارات هامة من قبيل ما لو نربط هذا بذاك. نعود للدستور المادة 104 وش تقول؟ بأنه لا يحق لرئيس الدولة الذي سيأتي بعد عبد العزيز بوتفليقة أن يعيد تشكيل الحكومة يعني ولا شيء، يبقى حتى يسلم المهام للرئيس الجديد وفي انتظار أن يسلم المهام للرئيس الجديد. مصدر للبلاد يقول أن البيان الصادر اليوم عن رئاسة الجمهورية تمت كتابته من طرف السعيد بوتفليقة، وأشار إلى أن البيان جاء ردا على الإجراءات والتحقيقات التي باشرتها قيادة الجيش والسلطات القضائية والضبطية القضائية للدرك الوطني مع ناهبي المال العام. كما أكد ذات المصدر أن البيان هدفه الالتفاف على مطالب الشعب خوفا من المحاسبة وتغطية لممارسة الفساد، وكذا الالتفاف على المواد الدستورية 7 و8 و102. قال لك هذا رد من سعيد بوتفليقة الشقيق الأصغر ومستشار عبد العزيز بوتفليقة الذي سيرحل قبل 28 أفريل، هو الذي فعل ما فعل بناء على معالي حداد وكونيناف وهذا الاعتقالات وهذا المنع. فبالتالي قدم هذا التبيان بأنه عبد العزيز بوتفليقة سيذهب وبأنه سيقرر وبأن المرحلة الانتقالية ستذهب. تنازل مثلا قد يقرأ بأنه نوع من التطمين للجهة الأخرى. وش من جهة أخرى؟ المؤسسة العسكرية التي ولا المؤسسة العسكرية تعمل وش من بلاد؟ بلاد الجزائر هو دير رئاسة بتاع بلاد الجزائر صدير كي تسمح هكذا صدير رئاسة راي في واد والجيش راه في واد والشعب راه في الوسط. أنت تربط بين المؤسستين؟ مش نربط حمس أنا بقول السعيد نقول سعيد بوتفليقة هو اللي راه يدير البيان. وسعيد بوتفليقة واش يكون؟ مستشار تاع الرئيس هكذا الرئيس إلى حد الآن. لا أنا مش الرئيس أنا مستشار تاع الرئيس أنا ما استعرش به بالإدارة الختم. لا أنت تقول لي أنه الختم صدر من السعيد. اسمع سي غراف سون كوبلي غراف هذا لازم يتحاسب عليها. يعني ممكن أن ينهي مهامك الآن بالختمة؟ إي تهم يتهم على روحه صافي لونتو كان طيب هذا عربي صافي لونتو أفهم هذا. معليش يعني خلينا نعاودوا لك من المادة 104 خلونا كنا شوية سيريو. تفضل المادة 104 واش تقول؟ ذكرتها المادة 101 كي دار الحكومة البارح الرئيس رئيس هذا نريح في رئيس بوتفليقة. اسمع يا جماعة انتم كي تقولوا سعيد صدر الرئيس هدايا حنا اون فال لو كيش يقول لو ديدواني كاع واش دار. انا المسؤول الاول هو رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة اللي ساعدناهم يحزنون حاليا العربي مسؤولية تاريخية عبد العزيز هذا خو هذا سعيد يتحاسب على حاجة واحدة أخرى. المهم 104 واش تقول؟ هذا 101 دار عين نائب وزير الدفاع الوطني. صح كي تقول انت نائب وزير الدفاع الوطني ونائب وزير الداخليه صدر كاين وزير فوق شكون وزير الدفاع؟ شكون وزير الدفاع؟ حتى الان رئيس الجمهوريه عبد العزيز بوتفليقه القائد الاعلى للقوات المسلحه تنتقل بالضروره لرئيس الدوله. صح دوك انت كي دير الاستقاله من 28 افريل بانه رئيس الجمهوريه هكذا صح سيقعد ويجي وزير الدولة وزير رئيس الدولة رئيس الدولة ما يقدرش ينحل الحكومة صدر وزير الدفاع يقعد وزير الدفاع يقعد تسكن المادة 102 ما توشيش وزير الدفاع توشي غير رئيس الجمهورية صدر بوتفليقة في الحكومة الجاية اللي ما يقدرش ينحيها بن صالح ولا واحد اخر اللي راح يجيبه ما نش عارف يقعد بوتفليقة وزير الدفاع بالك هادو هما البيانات الهامة اللي راح يهضر عليهم الله اعلم باسكو العربي شفت العربي زوق عندي عامين جلست معاه في واحد في التلفزيون معاك والعربي زوق واش قال العربي زوق واش في ذاك اليوم قال لك شوف نقدروا نعرفوا كلش على بوتفليقه غير واش عنده في راسه واحد ما يعرفش راه يدير في راسه فهمت كيف كنا نقول غريبه كره القدم فاصبح لا 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 لا, لا هو تعرف غريبه السياسه في الجزائر هذه عباره من عند العربي قال تعرف كلش على بوتفليقه ما تعرفش بصح واش في راسه هذا هو الجواب تاعي واش القرارات الهامة اللي راح يديرهم ربي عالم بهم وربي يستر لهاد البلاد لا معليش متكهن نوعا ما انت قلت لي قد تشمل منصب نائب وزير الدفاع رئيس اركان الجيش مثلا لا 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 بالك ينحي بن صالح يدير العمامره هكذا الامه هذه القرارات الهامه
قرارات هامة بس شكون أي إشكال ذهب أعمى امرأة وجبن صار ما كانت إشكال كان لتضمن سيرورة مؤسسة الدولة يقول هي شنو وش مؤسسة الدولة وش مؤسسة الدولة سيكوا كل صح برلمان الجيش 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 قدرت نائب وزير قائد الأركان قدرت خلاص وش ما زالوا قدرت قرار البارح درت حكومة قدرت فيها وزير المالية وزير العدل وزير طيب. أول أنا جاي خلينا نكمل هذه الوزارة قاعد درتهم درت درت نائب وزير الدفاع وش ما زالت مؤسسة وش بقى مؤسسة بقات دوك لي دو شامبر وبقى المجلس الدستوري هذو هما المؤسسات تاع الدولة كاين واحد اخرين ما كانش دوك راح ينحي بالعيز ونحي اسمه هذاك بن صالح ويبدل واحد ما قرر نوع من المساعده قبل الذهاب وبالك يجيب لنا هذاك اللي داروا مع علاقه مع البرلمان هو يديروا رئيس دوله لا رئيس لا 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 ما تستصبر لا انا تقدم معلي خلينا نحطوا دي كوتي لسيريو يلا روح جاب لي ربي نديرو تاع البيضه هذيك اللي كيسيزوها لا كوكايين هذيك وقال طلعت لهم للنخ نعم حشموا على بلادكم خلوا بلادكم طرونكيل يا جماعه راكم الشعب راكم هولتوه صحيح هذه اللخبطة واقعية لكن معليش نتعامل مع البيان الذي كتبه حسب مصادر البلاد السعي معليش نتعامل مع البيان قال لك فترة انتقالية ستبدأ من يوم الاستقالة فترة انتقالية لا ينص عليها المادة 102 المادة 102 تقول لك إذا كانت في استقالة سوف نكون أمام 90 يوم وانتخابات رئاسية هل مثلا غيروا رأيهم فترة انتقالية مثلا سنخرج عن الدستور الذي تطالب به المؤسسة العسكرية واحترامه شوف لو يتمكن اليوم الرئيس بوتفليقة لو يتمكن اليوم من الجيش والله يجيب لنا خمس سنين وتقدم الانتخاب قلت في أكثر من بلاطو جزائري وغير جزائري في الظروف العادية المريحة ما ينسحبش أما يخرج بالصيغة هذه مطرود والله يفضل تحترق الجزيرة الآخرة هم يغدرها يعني بموقف الجيش وبالحراك الشعبي وبالرأي العام وتريد أن تقول نسير عربي زواق لن يذهب بوتفليقة لو يتمكن والله لين ننسحب وتطبق السماعة الأفضل إذا انسحب ينسحب مكرها وأعتقد الآن يحس بالعزلة هو يعني بعد ما وقع الطلاق بينه وبين الجيش وقع الطلاق بينه وبين ويحيى طيب. وقع الطلاق بينه وبين اتحاد العمال طيب. وبين جبهة التحرير العربي رجل أستسمح بيان عفوا فاصل قصير ثم نواصل فابقوا معنا أهلا بكم مجددا البلاد اليوم على الهواء مباشرة في محاولة لتفسير وتأويل ما يرد من بيانات وبيانات ومن خبر وخبر بيان من رئاسة الجمهورية يقول بأن الرئيس بوتفليقة سيستقيل قبل 28 أفريل وسيقوم بإصدار قرارات هامة قبل هذا التاريخ وفترة انتقالية سوف تبدأ من يوم الاستقالة لكن مصادر أخرى تقول بأن البيان هذا ليس سوى كتابة سعيد بوتفليقة الشقيق الأصغر ومستشار عبد العزيز بوتفليقة وكذلك بعد البيان الرسمي الصادر عن النيابة العامة لمحكمة سيدي محمد بالعاصمة والذي يتحدث عن 12 اسم رجل مال وأعمال متورطون في شبهة أو يشتبه في تورطهم في شبهة الفساد وتبديد المال العام الأمر رسمي 12 رجل أعمال من بينهم علي حداد الذي نقل من القالة إلى الجزائر العاصمة وفق ما تستلزمه الإجراءات القضائية أما بقية الأسماء فيتم منعهم من السفر كإجراء تحفظي تقول بعض المصادر أن قيادة الجيش هي التي تقف من ورائه في نفس الوقت مصادر تقول بأن الرئاسة لا علم لها بهذا الموضوع وتمت هذه المحاولات الإيقاف والمنع من السفر فقط دون إخطار رئاسة الجمهورية في محاولة لتفكيك كل هذه المعطيات عربي زواق مرحبا بك مجددا وأمين علواش أهلا بك البيان الذي رفضت أنت أن تتعامل معه ولا أن تعتبره صادرا من رئاسة الجمهورية وتحفظات من حيث الشكل والمضمون احتوى جملة قد نتوقف عندها قال لك فترة انتقالية تبدأ من يوم
الاستقالة. هل الفترة الانتقالية هي التي كان يريدها الحراك التي فيها حرية للإعلام واستقلالية للقضاء وتنظيم انتخابات شفافة إلى ذلك، أم أن ما يقصده هذا البيان هو تلك الفترة التي نتحول فيها من رئيس دولة إلى رئيس جمهورية 90 يوم بانتخابات؟ شوف الحراك وش كان في الدول، الحراك يبدأ 22 فبراير. الحراك وش طلب؟ الحراك طلب تنحيد بوتفليقة ويخلي الانتخابات هكذا، هذا هو الحراك. الحراك الأول مطالب تاع الحراك في الأول كانت هكذا، قال بوتفليقة ما كانش للعهد الخامسة، هذا هو السلوغون، كان يقولوا لا للعهد الخامسة. طيب أمين، فقط حسب فرانس 24 الفرنسية إجراءات مشددة في محيط التلفزيون الجزائري. هذيك حاجة عادية؟ لا، إجراءات مجددة مشددة في محيط التلفزيون الجزائري، مثلا خشية ماذا؟ بالك على 8 كان بين كاين بين على 8، شكون يعرف؟ باسكو طيب إجراءات مشددة لا نملك التفاصيل، لكن قد نتبين منها في أي وقت، إجراءات أمنية شرطة أم عسكرية حتى تسمح لك بالتحليل نوعا ما؟ صح. نعم دوك عسكرية ليس بعد. ليس. فرانس 24 تتحدث عن إجراءات مشددة في محيط التلفزيون الجزائري. قناة فرنسية. فرانس 24 مصدر. دوك حنا واش نديرو يا أخي؟ حنا توالفنا ما عندنا في البلاد الفانتور النشرة تاع التامينة هي المقياس هكذا العربي. معليش نستناو 8 ونشوفوا واش كاين هاد الإعلانات المشددة. بالك جاينا ما عرفناش ولا الجدار ولا الدارك ولا سنحاول أن نتأكد هل هي إجراءات عسكرية أم أمنية؟ صح معليش نشوفوا شرطة. احنا رانا في احنا صحفيين وعلميين ورانا في التلفزيون نهضروا كيما لازم نهضروا. نعاودوا لل الحراك وصل في الأول. الحراك طلب باش الرئيس ما كاش لا العودة الخامسة. كان الرئيس هذيك الليلة يروح يستقيل هذيك الليلة العودة الخامسة. كان ما يلغيش لكم، شوف هذه المشاكل اللي رانا فيهم اليوم وهذا والصراع كاع وما هذا الثاني لهذا التلفزيون العاجل الذي نؤكد العاجل. فرانس 24 الفرنسية تقول بأن هناك إجراءات مشددة في محيط التلفزيون. أي إجراءات، عسكرية أم شرطه؟ لا لازم نحضروا. شوف فرنسا بدات كانت كيما كان حتى التلفزه الجزائريه، دوك كاين قنوات راهم لازم القنوات قاعد يحضروا يقولوا واش هذا البيان الرسمي يخرج من افرض التلفزه العموميه. البيان الرسمي ما ذكرت فيه احتمال بيان مهام الساعه 8. هذيك صح. من اي جهه تقريبا؟ شكون اللي يدير الرئاسه ومواطن الدفاع؟ من رئاسه الاركان ام من وزاره الدفاع مثلا؟ من الرئاسه مثلا. استقالت عبد العزيز بوتفليقة الآن؟ استقالة ما طلبش احتياطات أمنية. صح. لا أعتقد أن الآن الرئاسة تقريبا عمليا انتهت. سنخرج عن الدستور. الدستور خارج عن الدستور فيه. الدستور خارج عن الدستور. اسمح لي والله. بوتفليقة لم يحترم الدستور يوما. دار ثلاث دساتير وكان يدير الدستور الرئيس القادم ماشي ليه. كان يحترمه في نقطة واحدة نتاع الانتخابات اللي في وقتها. طيب. هذه نحاها الشارع. شعب زين. هل ربما سي العربي، هل تسارع هذه الأمور؟ لأنه فعلا كأننا ندفع باتجاه شيء معين، هناك نوع من الإرباك. هل يكون هذا البيان الذي صدر بهذه الصيغة هو استفزاز مثلا؟ هل سيكون محاولة القول بأن من تم اعتقالهم كان بإعاز من قيادة الجيش ولا علم للرئاسة الجمهورية به؟ هل هذا يدفعنا إلى السيناريوهات؟ كان السيناريو أعتقد لا يمكن أن يستمر أكثر من الليلة هذه. الأمور وصلت لدرجة حادة وحماية للبلد وحماية الجزائر لابد من وضع حد لهذا العبث هذا، وأنا أتمنى اليوم يوقف بأي طريقة. العربي يلا مباشرة، خلينا بشكل صريح، تريد قوة الوحيد أنا العربي تريد ربما فرض قوة. أنت قلت قبل الفاصل بأن عبد العزيز بوتفليقة لن يستسلم، لن يغادر إلا مكرها. هل الإكراه ينبغي أن يكون الآن؟ وصلنا إلى وقته، لابد أن يكون، لأن عمليا بوتفليقة انتهى. محيطه محيطه عنده خوش كل يبقى له البيان. عندنا بيانات تصدر فيها الأمانة العامة، هذه سوف يكون عندها إشكال شقيق. ونعم تثير بلبل وتثير شكوك. ما زلنا مع الشخص يستطيع أن يقرر. لابد من إنهاء هذه الشكوك بكل الأساليب، لأن هذا مستقبل البلد ومستقبل الشعب. مش ماشي عبث بتمسخر هذا. يعني أنا ما نتصورش، ما كنتش نتصور أن الأنانية أنت ولا عشق الكرسي توصل لدرجة هذه تولي عبودية. يعني الآن بوتفليقة أعادنا الصيغة نتاع روبات موغابي نتاع زيمبابوي، أعادها بشكل رهيب. يا أخي حتى نحملوه ودوه للتلفزيون باش يقرب بين الإقالة نتاعها، رفدوه
العسكر الزيمبابوي يرفضوا تقرب من ترجمة نريد شيء كهذا أمين؟ هل ينبغي أن نصل؟ فلنقول يلا فلنتجرد، هل وصلنا إلى درجة أنه أصبح هؤلاء خطر على الدولة الجزائرية؟ بيان يصدر هكذا ثم تأكيد بأن اعتقال هؤلاء رجال الأعمال تم دون إخطار رئاسة الجمهورية، وكأنه ينبغي قانونا إخطار رئاسة الجمهورية. المفروض أن النيابة العامة حرة ومستقلة ولا تخضع إلى القانون عندما تعتقل أو تحقق مع أي كان. هل وصلنا إلى عنصر استفزاز وخشية من ذهاب الأمور إلى ما لا يحمد عقباه، فنكون أمام ربما خيار صعب صعب للغاية؟ أمين، شوف هذا نسميه هذا التغننت، هذا التغننت هذا التغننت بدأ من أول مارس، ماشي المسيرة تاع 22، من أول مارس بدأ التغننت، بدأوا هاد لا غير دي كومونيكي، وكل واحد يبغي يمبوزي سون بوين في الشعب اللي هنا في الوسط. صبروحه يمشي كل جمعة، يخرج كل جمعة يدير مسيرة ويطلب التغيير ويضرب، يطلب كلش حاجة اللي يديرها الحكم، باسكو الشعب الحاجه اللي تجي كل ما يدير مسيره يخرج بين رئاسه الجمهوريه والشعب يرفضوا هذيك الحشيه ويعاود يدير جمعه واحده صدر دوله افير تغننت. فهمت كي ندير على راي اليوم انت خرجت هربت من الشعب، هربت من الحراك، ولا من كما يقول ماشي ما نستعملش المصطلح تاع الحراك، نقول من الثوره، هذه الثوره اللي دارها الشعب، ثوره سلميه، ثوره سلميه ومشى فيها كاع. نعم يلا انا جاي الوقت سلمية. تفضل حتى نتقدم. شوف لهنا تعرف شكون لازم واش من لوتوريتي اللي كي دو انترفينير ماتنو؟ شكون لوتوريتي؟ سي العداله، القضاة والنائب العام، هادوما تدخل لهم الصلاحيه. يعني انه الان سعيد بوتفليقه ومن معه يشكلون خطر على الجزائريين ويمكن اعتقاله. شوفوا الحساب ولا نشوف ولا ماشي هذا كما قلت سمكه افريل وسعيد بوتفليقه لو يدير شيء، لازم النائب العام دوك يامر لك اجراءات امنيه مشدده في مكان النائب العام دوك يامر بالتوقيف تاعو. ما قلناش يوقف رئيس الجمهوريه، توقف هذا السيد هذا طيب. اللي قال عليه خطره واحد الناطق الرسمي تاع الحزب هذاك اللي جا لهنا وقال اكسترا كونستيسيون دي ديسيزيون اكسترا كونستيسيون دوبي 5 ans. النائب العام لازم يحبس يوقف باش باسكو الدعوه خطيره ولا لا؟ هادشي صحيح هكذا باش نولوا شو باش ننتقلوا، اسمح لي، باش ننتقلوا الجمهوريه الثانيه سلميا كما يطلبها الشعب، لازم العداله هي اللي تخدم خدمتها. ما نسحقوا الدبابه، ما تمنوا هذه العصابه هذه اللي دير هذا الشيء تكمل في هذا الامر. طيب انت قلت لي لا تتمنى الدبابه، تعرف انه فيه ماده في الدستور 28 تقول بان الجيش هو الذي يحمي سياده البلاد ووحدتها الترابيه واستقلالها. انت قدمت لي كل هذا التوصيف العربي، تشك بان هذه المكونات الثلاث محل اخلال الان؟ يعني سيبقى هذه المؤسسه تتفرج؟ عبد الحميد المهري يقول رحمه الله العبقري تاعنا يقول الديمقراطية التي تحميها الدبابة ديمقراطية هرجة، وأنا شخصيا لا أريد أن أرى الدبابة في الشارع، ولا أعتقد أن رئيس الأركان يريد أن يرى الدبابة في الشارع. أتمنى الأمور ماذا لو تحسن. لا لا خروج ماذا لو تمادى هؤلاء، ولكن هؤلاء تمادوا في غيهم. نتمنى الأمور بتشجد الدبابة يلقوا لهم طريقة يفهموهم انتهيتم وأنهاكم الشعب. طيب يا بوتفليقة كنت تحكم الشعب الجزائري انهاك، يعني روح ترتاح على روحك، روح ارتاح، خاف ربي. طيب خاف ربي في هذه البلاد هذه، في هذا الشعب هذا. امين. حتى من بين الاخبار التي نوعا ما تصاعدت والذي اقول انها تدفع الى شيء معين، اذكر فقط بهذه المعلومات، حسب فرانس 24 الفرنسيه اجراءات مشدده في محيط التلفزيون الجزائري في انتظار التاكيد هل هي اجراءات عسكريه امنيه شرطه الى ذلك. فيه شيء اخر كذلك صدر معلومات تقول لك ان الاشخاص والاجتماعات المشبوهه التي جاءت في بيان الجيش يوم السبت والله بدات المعطيات تتفكك. هناك تجمع من أجل الثقافة والديمقراطية قال لك في النهاية من اجتمع وهذه الاجتماعات المشبوهة ومن يريد الآن التعامل مع الخارج وغير ذلك ما هو إلا سي محمد مدين مدير الاستعلامات والأمن جنرال توفيق، وحتى شفنا صور اليوم للجنرال وكذلك الرئيس زروال وإلى غير ذلك، ففيه معطيات أخرى حتى فيها جانب مخيف يقول لك فيه عنصر استخباراتي أجنبي، هذا وفق ما هو متداول وما يعرفه الجزائريون أن الأمر تعلق حتى بالمخابرات الخارجية الفرنسية، وأننا قد نكون أمام سيناريو نوعا ما مخيف للغاية
إذا كانت في هذه الاجتماعات المشبوهة وأن التي غادرها السي يمين زروال مباشرة دخول بخروج لأنه وجد هذه الأفراد والعناصر الأجنبية، وهذه روايات إعلامية وليست بيانات. شوف يا سيد زروال، تبعت كلمة تبعوك على الجزائريين هذه القضية هذه. شوف وليه يهم الموضوع طيب طيب معليش، التلفزيون الجزائري في نشرته الثامنة لا يوجد شيء، لا يوجد نشرة التلفزيون الجزائري الآن لا يوجد سوى بيان رئاسة الجمهورية الذي ترفضه أنت من حيث الشكل. تم إيه أنا قلت خلاص فرنسا كانت مصدر مش مصدر. لا معليش، وكذلك تسليم واستلام المهام بين الوزراء لا أقل ولا أقل، فقاعات صدر. الله يبارك، يلا روح. صح. تحدثنا عن الجنرال توفيق وعن اللقاءات والاجتماعات المشبوهة. شوف أمر خطير كبير، أمر خطير كبير. علاش خطير كبير؟ خطير كبير ما يهمش سجعي، ما يهمش جنرال توفيق والرئيس زروال، باسكو هذول خارجين من النظام، خارجين من هم خارجين، لا يوجدان في الحكم الآن. لا، المشكلة راهو في البيان. قالوا سعيد بوتفليقة، وقالوا بشير طرطاق، وقالوا مخابرات الفرنسية. قالوا هذا هو البيان الخارجي العربي، هذه المعلومات المتداول. قالوا هذو معلومات صحفية، ما خرج حتى البيان تاع الجيش. قال كان الناس وكذب الجنرال محمد مدين، تعرف بانه دار تكذيب، بانه سوف هذا مساس بسمعته ومحاوله اضرار، وبان مسيرته لا تسمح له بان يقوم بالتعاون مع مخابرات خارجيه. هذا كذلك مش عارف اذا كان تهتم ده ولا لا، كذلك ورقه وما فيهاش ختم، فيها توقيع. احنا رانا دوك، انا رانا غير في المعلومات الصحفيه، ما حتى بين رسمي اللي بين هاد الامور. قلت لك المشكل ما راهوش في توفيق وفي زروال. ما راهي شفنا دي زيماج اليوم، بالك لي زيماج جدد ولا قدم ولا بالك ماش عارفين. المشكل راهو في سعيد بوتفليقة اللي راهو مستشار رئيس الدولة، رئيس الجمهورية، وراهو في راهو بشير طرطاق اللي راهو المنسق تاع السيرفيس دونسيليومون، وراهو في لي سيرفيس فرونسي. شوف ولا صح هاد الانفورماسيون صدقت. اولا في الحين الوزير، عندنا وزير الخارجيه دوك، عندنا صبري بوغادو اي كونفوك لومباسادور دو فرانس توت سويت، في الحين يكونفوك سي لومباسادور دو فرانس او ريبريزونتون دو لا ريبوبليك فرونسيز في الجزائر، يكونفوكيه باش يستفسر على القضيه هذه. لومباسادور تاعنا في باري يروح لكي دورسي يدوموند اودونس وكي دورسي على هذه القضيه، باسكو علاه؟ حنا قلنا بلي المخابرات الفرنسيه ما التقاش معنا، توفيق ما يهمنيش وزروال ما يهمنيش. أم البيان يقول، هذا البيان اللي خرج في الصحافة يقول بشير طرطاق وسعيد بوتفليقة في قصر الرئاسة، إقامة الدولة، إقامة الدولة موريتي. هو المشكلة راهو هنا يا سردوان، لا جرافيتي دو لا شوز اللي لا صادير ولا شوف هذه القضية هذه تجاوزت كاع الخطورة اللي على هذا. باسكو علاه؟ علاه؟ علاه المخابرات الفرنسية يديروا زروال ولا يديروا توفيق مستشار أمني؟ طيب هذه روايه، هذه ماشي روايه، هذه معلومات. انا تاكيد على الاجتماعات هذه جات على لسان رئيس اركان الجيش الوطني الشعبي، راه خبر معلومه ماشي قراءه. ما سيتش لازم نكشف عنها في وقت مناسب. المهم هناك مخطط، اسمح لي امين، كان هناك مخطط راس السعيد، اعتقد هو راس السعيد وشكو عبد العزيز، مخطط ما يخرجوا من الأزمة هذه. الرئيس يستقيل، يجيبوا زروال، وهما حبوا يتجاوزوا رئاسة الأركان والشارع. فضحهم ربي، تكشف الأمر، ما يهمناش اللي يحضر، ولكن لازم ننحنيو للشارع الجزائري المنتفض اللي خرج هذا الجنرال توفيق عن صمته. جنرال توفيق عمره ما سمعوا صوته، ما شوفوا صورته، يدير بيان، يعني تطور كبير هذا. طيب ما لا نشكر الشارع الجزائري اللي خرج حتى جنرال توفيق عن صمته. طيب ونشكر الشارع الجزائري. عندي ملاحظه بسيطه باش تعرف طبيعه الرجال اللي حكموا بوتفليقه الجزائر. جنرال توفيق هذا اهل بوتفليقه، لما خرج له بيان رئيس نتذكرك اليوم رئيس الجمهوريه ينهي مهام جنرال توفيق ويحيل اعتقد ينهي مهامه حازو، وقبل يزيد يرجع تحت الامارات يعمل تحت الامارات تاع شقيقه، معناه هذا مستوى الرجال اللي يخدم به بوتفليقه. طيب العربي من بين الاسماء 12 رجل مال واعمال، كونيناف واخويه، حداد وشقيقه، طحكوت ابنه وشقيقه، واسماء اخرى غير معروفه اخاف ان اخطئ في اسمها. شوف قال لك الان هناك من دخل في التفاصيل، من امر بإيقاف حداد؟
وفق أي تخريجة قانونية؟ الرئاسة لم تكن على علم. البعض يقول لك بأي صيغة، يعني لماذا هدو 12 فقط حتى وإن كان حداد نقل من القالة إلى العاصمة وهناك تحقيق وأمور قضائية، يعني هناك ملف قضائي، لكن البقية تحفظ ومنعهم من السفر لأنه فيه شبهة الفساد وتبديد المال العام والرواية معروفة. شوف قراءتي، لما جاء عبد العزيز بوتفليقة في عهده تم تصفية شركة الخليفة بطريقة فجة وبشكل تدميري، شكل يكاد يكون حقد. أنا لما كتبت في تلك الأيام كصحفي قلت متمنيت يعتقلوا عبد المؤمن الخليفة والشركة دول المسلمة خلوها تمشي، كانت شركة قائمة، تمنى هذا الأسنين ما ترجعش. السلطة الحالية سلطة ما بعد بوتفليقة نتمنى تكون أكثر حكمة، تطبق القانون، الشفافية ضرورية. السلطة الحالية خاصة وزارة العدل، وهنا نتمنى النائب العام يدي ما ينتظرش الأمر الفوقية المفروض أن نفتنها، يكون فيه شفافية وبيانات يومية، يوضع الرأي العام أمام صورة الفساد حقيقة مطلقة في حياتنا السياسية منذ ما جاء بوتفليقة، خذ أبعاد خطيرة. هو مطلب شعبي محاربة الفساد، هو مطلب شعبي. كليتو البلاد يسرقين تترجم الآن بالضبط كي. الآن نتمنى من النائب العام يكون في شفافية مطلقة، يوضع ملفات كل هؤلاء الناس بدون ظلم، مع احترام القانون، ولكل واحد يدي حقه. إذا واحد يطلب السجن يروح السجن، أنا تعرف شوفنا ولازم نبو حاجة. الرئاسة قالت لك لم يخطرني أحد بكل ما 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 إذا كانت العدلة هي تحركت ماهيش مطالبة رئيس الجمهورية، ماهيش مطالبة، هذه الذهنية المفروض تقبر، ندفنها مع بوتفليقة طرح معه العدالة وكل الجمهورية حيط رئيس الجمهورية لم نعي للسعيد نحكم ولا ما نحكمهمش. بس هو في القضية تاع شكيب خليل وده كانت رئيس رئاسة الجمهورية. الآن المطلوب العدالة، حبست قاعد يدوسيت على الناس، بيانات ما تظلمش الناس. الآن القضاء محرر. يحق لنائب العام، يحق لوكيل الجمهورية في وهران، في عنابة، في واد سوف أن يتأسس، لا يوجد من يمنعه، ويلزم عليه ويطبق القانون ويحمي العام الجزائري ويحمي مصالح الجزائر. مسؤولية القضاء الآن في المرحلة هذه مسؤولية تاريخية، والعدالة تأخذ مجراها في جميع الأحوال. أمين علواش، تعليق حداد رسميا ملف والبقية كونيناف ومن معه وطحكوت وذلك منع من السفر. صح، شوف ان شاء الله ما تكونش لا كيشغل بالشاص وصورسيا تصفية الحسابات. شوف نديروا حاجه مليحه، باسكو شفناها في الـ في الـ في القطاع كما قال السيد العربي تاع الخليفه خلى موراه 18000 بطال والاف الليبيا، هكذا العربي ليبيا وبزاف حوايج راحوا تبحروا. شوف عمليه التدمير رهيبه، واش نديروا. شوف هذا طرح من عندي، باسكو على هذا كوليناف وحداد وهذا رجال الأعمال وصفوا قصعة كما يقول لك وكيش يقول لك كلهم منها وكوليناف صح العربي وما يشبعوش بس صح القصعة هذه شكون يسربها لهم يخلص تانيك فهمت كيفاش؟ وهذوك اللي كريدي هادو مالي سيدي مليار يدي مليار. شوف لا تسبق الاحداث، خلي قال لك العربي خلي العداله تجري معليش الصحافه على الجميع. احنا الصحافه الدور تاعنا، هذا هو الدور تاعنا العربي. نعم دورنا احنا والعداله هذا دور واحد هكذا، وهذا طالب نتفاهموا مليح، هذا طالب شعبي. احنا ما عندنا الابويه تاع وسره، ني العداله عندها الابويه. احنا دوك فات لو رولي تاع لي سكول واش دوموند الشعب نفوروغ منها. طيب شوف باختصار نختم معك باختصار ملاحظة بسيطة. لما جاء الرئيس عبد المجيد في 99 لقى في الساحة، لقى حداد، لقى طحكوت، لقى هذا الناس اللي هم معظم مذكورين، ولكن هذا سميلي الآخر طحكوت حداد الآخر ولد يوسف كوكوليناف جابون هنا كوكوليناف جاء بسويسرا جاء مع بوتفليقة ثلاثة رؤوس الآن هما أشقاء المهم العائلة هذا لأن باباهم كان صديق الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، جابوا بوتفليقة لهنا جاي يتصرف الدولة الجزائرية كأنه ملك عائلة بوتفليقة ويدي منها وش يحب. هذو ثلاثة لازم نفرقوا. رئيس بوتفليقة في فساد حقيقة، لقى طحكوت، لقى حداد، لقى كل هذوك المذكور إلا هذا كوليناف جابوا معاه من سويسرا. طيب جابوا لهنا عبث بالبلاد، ويقال الآن معظم أموال طحكوت وحداد موجودة في الجزائر. يقول هذاك الضرور اللي يدخل يحوله لسويسرا. طيب ما عنده ولا شيء في الجزائر. شكرا لك العربي لكل بداية النهاية. شكرا جزيلا لك العربي زواق الإعلامي وأمين علواش الإعلامي، كلكما إعلامي. آخر ما جاء رسالة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة في مناسبة يوم الصحافة الوطنية في أكتوبر، قال لكم أنتم في رعاية الله والدولة
والقانون. إلى اللقاء. شكرا لكل من شاهدنا، وإلى اللقاء. آخر